حياكم الله مشاهدين، أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة عبر هوا الإخبارية السورية حول اجتماع الستانة. بمواقف ثابتة ونابعة من مصلحة الوطن، يجدد وفد الجمهورية العربية السورية التأكيد على الثوابت الوطنية خلال مشاركته في اجتماع أستانة. الدكتور بشار الجعفري وفد يشدد على أن الحكومة الجمهورية العربية السورية لم تدخر جهدا منذ بداية الحرب الإرهابية على سوريا لإيجاد تسوية، وقد أثبتت ذلك مرارا وتكرارا واستمرارا لهذا النهج، وانطلاقا من حرصها على وقف سفك الدم السوري وعلى إعادة الأمن والاستقرار وتنفيذا لإرادة الشعب السوري. فقد انخرطت الحكومة السورية بشكل فعال مع الشريكين الروسي والإيراني للبناء على تحرير مدينة حلب من الإرهاب للتوصل إلى اتفاق لوقف الأعمال القتالية. أيضا مشاهدين الأكارم، آخر خبر أتانا من الأستانة بأن وفد الجمهورية العربية السورية يبدأ اجتماعه مع المبعوث الخاص الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا قبل قليل، وأيضا جدد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد لهيان دعم بلاده لسوريا في حربها ضد الإرهاب، مؤكدا في الوقت ذاته أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في سوريا. مشاهدين الأكارم، أرحب بكم مرة أخرى، واسمحوا لي أن أرحب بضيفي الكريم الذي ينضم إلي عبر خدمة سكايب من سان بطرسبورغ، الأستاذ مسلم شعيتو، مدير المركز الثقافي الروسي العربي. أسعد الله مساءك أستاذ مسلم. أهلا، مساء الخير لك ولمشاهدينك ولزوارك. حياك الله. أبدأ معك من المكان والزمان وطبيعة الوفود، وأيضا ما جرى بعد انتصار حلب، وأيضا أن يعقد هذا الاجتماع في أستانة في العاصمة الكازاخستانية بعد تنصب أيضا دونالد ترامب لمقاليد البيت الأبيض وأخذ مفاتيحهم من أوباما، أن يعقد هذا الاجتماع أيضا اجتماع كان عالي المستوى روسي إيراني تركي للتحضير لهذه المحادثات في الأستانة في العاصمة الكازاخستانية، كيف تنظر إلى ما جرى اليوم منذ ساعات الصباح الأولى حتى الساعة؟ يعني لابد من التوقف قليلا عن عند خلفية هذا الاجتماع والتحضير له، حيث أنه أتى مباشرة ما بعد الانتصارات التي حققها الجيش السوري بالتعاون مع حلفائه وتغيير موازين القوى العسكرية وحكما القوى السياسية ووضوح الرؤية أمام كل هذا التحالف بقيادة الشرعية في سوريا بمحاربة المنظمات الإرهابية وإعادة توحيد سوريا جغرافيا وسياسيا. أنتجت ما أنتجته من دعوات لوقف إطلاق النار، ومن ثم أصدر الرئيس بوتين توجها أو بالأحرى دعا إلى لقاء الأستانة وهي عاصمة كازاخستان والتي ترتبط بروسيا ارتباطا وثيقا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، بالإضافة إلى أن هذا التحالف بالأحرى هذه الجبهة الجديدة التي تمتد كما نقول سابقا من بحر قزوين إلى البحر المتوسط وتضم إيران وسوريا وحلفائهما وروسيا أيضا، هذا التحالف أجبر على الاستدارة للقيادة أو بالأحرى للإدارة التركية من أجل الكسب بعض المصالح والمكتسبات إن كانت سياسية واقتصادية لاحقا نتيجة لخسارة مشروعها وحلمها الكبير بالاستعمال المنظمات الإرهابية والسيطرة على العالم العربي وتحديدا السيطرة على سوريا، وعند فشلها سعت إلى السيطرة على مدينة حلب كحد أدنى لكنها أيضا فشلت. كل ذلك دفع القيادة التركية انطلاقا من هذا الفشل وانطلاقا من وصول الإرهاب إلى قلب تركيا، وحيث بدأت الأوضاع السياسية في تركيا تتشابك بشكل واضح تماما نتيجة للتخبط ونتيجة لكثرة المنظمات المدعومة وتوجهاتها المختلفة تحت شعار قلب النظام في سوريا. كل هذا دفع الإدارة التركية إلى الانصياع أو إلى وقوف عند رغبة روسيا وإيران بالعودة إلى المفاوضات، لكنها وللأسف في المفاوضات استطاعت أن تستعمل المجموعات العسكرية والمنظمات التي تسمى معتدلة المسلحة، تستعملها حاليا من أجل إعادة قلب الطاولة، وهذا دائما ما نتوقعه من التركي أنه يتقدم خطوة ليتراجع خطوتين عن العملية السلمية، حيث أن ممثلي المعارضة المسلحة بدأوا يطرحون أفكارا لا تمت بصلة لا للمقررات الدولية ولا لما تم الاتفاق عليه هو وقف إطلاق النار، حيث أنه ملاحظ
أن التركي يدفع هذه العناصر للدفاع عن جبهة النصرة والتي اعتبرت منظمة إرهابية، ونعتقد أنها محاولة قد تكون ما قبل الأخيرة من أجل الدخول بالعملية المفاوضات المتوقعة، و يعني أن يلتزم نتيجة لموازين القوى بما يجب عليه أن يلتزم به. ابقى مع أستاذ مسلم شعيته لو سمحت. أيضا اسمحوا لي مشاهدينا الكرام أن نرحب بضيفي الكريم الذي انضم إلينا في الاستوديو، الدكتور حسام شعيب الكاتب والمحلل السياسي. أسعد الله مساءك. مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. أبدأ طبعا الحدث الأهم والأبرز، ما بدأ اليوم منذ ساعات الصباح الأولى، كان المقرر أن تبدأ هذه المحادثات عند الساعة 9 صباحا بتوقيت دمشق، 1 بتوقيت الأستانة العاصمة الكازاخستانية، تأخر 40 دقيقة. طبعا هذا التأخر، لا نريد أن نقف عند الشكليات، ولكن له في المضمون أيضا خلفيات أخرى، له لمن يقف وراء هذا التأخير. الوفد لما يسمون أنفسهم بالمعارضة، هذه التنظيمات الإرهابية، تأخر 40 دقيقة. ربما الخلاف كان على أين الجلوس وكيفية الجلوس على أي طاولة. طبعا هذا أريد من حضرتك تعليق على هذا الموضوع. وهناك أيضا من يقول بأن هناك كان قلة تنظيم وقلة تهذيب سياسي، والخطاب الذي تنطح به رئيس الوفد محمد علوش هذا الإرهابي على رأس هؤلاء المتواجدين في الأستانة، كان هناك قلة أدب كما نقول في العامية، وقلة احترام لهذا المكان الذي يضم شخصيات لها وزنها على الساحة الدولية. التعليق لك. بداية يعني أعتقد أن الدولة السورية هي لن تلتفت إلى صغائر الأمور، يعني وإن كان قد علق اليوم الدكتور بشار الجعفري، هو علق عن الشيء المهم. الشيء المهم هو المفاجأة بهذا الخطاب بعد مرور 6 سنوات، وأيضا بعد حضور تركيا تحديدا ولأول مرة في محادثات، هي لعلها ستكون على الأقل الأكثر جدية بغض النظر عن بعض التصرفات والهنات، ولكن الحديث عن أستانا اليوم هو أكثر جدية في الظروف الدولية من الحديث السابق في جنيف، أو حتى في اللقاءات السابقة التي تمت في موسكو، أو حتى ما يسمى بمعارضات القاهرة والرياض. لكن بكل أسف يعني أنا لا أعلم حتى هذه اللحظة بالتفاصيل التي كيف سمحت لمحمد علوش أن يكون متحدثا رسميا بما يسمى المعارضة، في حين أنه كان الحديث عن حضور المجموعات المسلحة وهي التي ستتحدث بالتفويض لبعضها. محمد علوش شخصية قدمت من الرياض وهي محسوبة بشكل مباشر على السعودية. اليوم كانت تصريحات موسكو واضحة أنه كان العمل أو كانت هناك بذل جهود، طبعا فيها تلميحات كبيرة لدول إقليمية وأيضا لدول أوروبية لإدخال ما يسمى المعارضة السورية من المغتربين التي تقيم في العواصم، وكي تكون هي المتحدث بدل المجموعات المسلحة. دكتور حسام، اليوم من بات من المعروف بأنه يغلب على طبيعة هذا الاجتماع في الأستانة بأنه وفد للمجموعات الإرهابية مقابل وفد الجمهورية العربية السورية، لا يهم إذا كان محمد علوش أو غيره، يعني كله يعني كما نقول بالعامية كله أضرب من بعض بالأخير يعني، ولكن أنت تتحدث اليوم مع الوكيل، هل أنت تتحدث مع الوكيل أم مع الأصيل؟ لا دائما في جميع المؤتمرات التي كانت انا يعنيني بغض النظر طبعا انا اتحدث مع الوكيل، طبعا انا كمواطن سوري هنا يجب ان اميز ما بين الحديث لوجود الدولة السورية بالبحث عن مصالح الدولة والوطن، وبالتالي التحفظ على الحوار مع إرهابي، ولكن يجب ايضا ان لا نغفل ان هذا الإرهابي السوري الدولة السورية قامت بالمصالحة معه، في حين أنه سلم السلاح ثقيلا خفيفا متوسطا، في حين أنه انخرط مع المجتمع المدني السوري، في حين أنه اعترف بأخطائه السابقة. اليوم يعني عندما نتحدث لكي لا يقال مثلا أن الدولة السورية اليوم هي كيف قبلت أو تنازلت أو أنها بمرحلة ضعف عندما تتحاور مع إرهابيين، أنا أقول الدولة السورية ما زالت قوية، ولأنها هي من باب القوة اليوم ومن باب حفظ مصالح الشعب السوري
وأيضا حفظ الدماء في كل أرجاء سوريا وإنهاء الأزمة سوريا، نحن نقبل اليوم هذا التحاور مع التحفظ لأي مواطن الآن على أرض الجمهورية العربية السورية أو حتى في الخارج. أتحدث عن مواطن سوري الآن هو يحافظ على سيادة الدولة السورية، الجلوس مع الإرهابيين. ولكن عندما يكون تظهير محمد علوش اليوم هنا، يجب هنا أن ندخل في العمق الفكرة، لماذا يظهر محمد علوش ولماذا كل القنوات الخليجية اليوم تركز على كل التصريحات التي كان يدلي بها، وكانت هناك معلومات إعلامية مغلوطة. أريد الإساءة للوفد الجمهورية العربية السورية، وأريد تظهير الوفد الآخر على أنه يريد إنهاء الأزمة في سوريا، في حين أن الدكتور الجعفري اليوم أشار أننا سنمضي إلى أبعد ما يريدون للحل في سوريا. طيب، نحن جادون وإلا لما حضرت الدولة. طيب، اليوم أنقل السؤال إلى الأستاذ مسلم شعيتو. أستاذ الكريم، قبل قليل كنت تتحدث وتقول عن الدور التركي. طبعا التركي هو الضامن لهذه المجموعات الإرهابية ولهذا الوفد الذي قدم إلى الأستنة. بالمقابل طبعا المبعوث الأممي للأمم المتحدة وروسيا هي الضامن ونقل صورة ما تريده الحكومة الجمهورية العربية السورية. هناك من يقول ليس المهم الحكم على اجتماع الأستانة من خلال الشكل، وهناك أيضا من تحدث بأنه يبدو في على المحور الآخر على وفد المجموعات الإرهابية أن هناك خلاف بين الجناح السياسي والعسكري. أستاذ مسلم عم تسمعنا؟ أستاذ مسلم، أعود إليك دكتور حسام. يبدو مما ظهر على السطح أن هناك خلاف بين الجناح السياسي والعسكري لهذا الوفد الذي هو يمثل المجموعات الإرهابية في الأستانة. طبيعي أن يكون هذا الخلاف بالنسبة لنا. إذن ليس هناك حديث عن شراكة سياسية الآن مع هذا الوفد المتواجد، لأن الحل السياسي كما تعلمنا يريد معايير له معايير مختلفة تماما عما يجري في اجتماع الأستانة. بداية عندما كنا نقول منذ اللحظة الأولى أن من يحمل السلاح في سوريا وأن من هو يسمي نفسه أو يطلق على ذاته أنه معارضة هم لا يمثلون توجهات الشعب السوري. يعني كيف مثلا أقنع المواطن السوري أو أقتنع أنا أن من يقيم في الرياض أو من يقيم في فرنسا أو حتى في فنادق تركية هو يمثل الشعب السوري؟ كيف؟ كيف أريد أن أقنع السوري الآن من يذهب إلى إسرائيل ومن يعلن أنه يبيع أنه سيريد في مرحلة قادمة أن يبيع مرتفعات الجولان السوري للكيان الصهيوني لإسرائيل أنه يمثل توجهات الشعب السوري؟ أتحدث هنا عن الشعب، هل الشعب يقبل بهذا الأمر؟ سؤال. السؤال الثاني لو تحدثنا به عن المجموعات المسلحة، كيف أقبل أنا كمواطن وفي القانون حتى المحلي والقانون الدولي أن يمثل أو أن تمثل هذه المجموعات المسلحة سواء الحاضرة الآن في أستانة أم حتى التي ما زالت في الميدان السوري تقاتل وتحمل السلاح وترهب الشعب السوري؟ واليوم الدكتور الجعفري أشار إلى نبل والزهرة وكثير من المناطق السورية التي ما زالت تستهدف. من الذي يستهدف؟ أليس الشعب السوري؟ أليست البنى التحتية في سوريا؟ أليست المؤسسات للدولة السورية؟ عندما أتحدث عن الدولة هنا لا أقصد أشخاص، لا أقصد نظام. الدولة هنا هي الوطن، أولا الأرض بالدرجة الأولى، وثانيا الشعب. إذن عندما تستهدف هذه المجموعات المسلحة والتي تسمي نفسها بأنها تمثل الشعب وهي الآن تحضر في أستانة مجازا، ولكن هل هي فعلا في الواقع السوري هي تمثل توجهات الشعب السوري؟ طيب، اليوم هناك كانت إحصائية منذ مدة في المناطق التي تسيطر عليها المجموعات الإرهابية. أنا يعني عندما قرأت هذه الإحصائية فوجئت أن غالبية الذين يؤيدون الرئيس الأسد ما يزيد عن 80% تحدث، والمعلومات دقيقة، في المناطق التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة هي تؤيد الرئيس الأسد والدولة السورية الشرعية رغم وجود المجموعات المسلحة. لماذا هذه الأرقام لا تظهر في الإعلام؟ لأنهم يريدون تغييب حقيقة الشعب وإرادة الشعب. هم يريدون تظهير مجموعات، وعندما يتحدثون على أن الصراع كما أشار الدكتور الجعفري تصوير الصراع في سوريا محلي،
أو هي حرب أهلية، والواقع أن ما يجري في سوريا ليس حربا أهلية وإنما هي حربا كونية تمارس ضد الشعب السوري. دكتور حسام، اليوم عندما نتحدث، إلى أي حد يمكن أن نقول بأن مشغلي هؤلاء المجموعات الإرهابية وخاصة الحاضرة منها في الأستنة جاهزة لكي تعطل هذا الاجتماع في العاصمة الكازاخستانية؟ أعتقد أن القرار هو ليس عند الحاضرين، أتحدث من الطرف الآخر، أعتقد أن القرار ليس عندهم. المهم في أستنة هو ليس الشكل وإنما المهم التوقيت، والمهم أيضا مجريات الأحداث الأخيرة. لو تحدثنا على الصعيد الداخلي، تحرير حلب كان صفعة كبيرة وقوية من الدولة السورية وحلفائها للسعودية، للولايات المتحدة الأمريكية، لفرنسا، لكثير من الدول الداعمة للإرهاب، وبالتالي بدء دحر، أنا أقول بدء دحر المشروع التكفيري والتقسيمي في سوريا. أضف إلى هذه الدول تركيا. تركيا الآن تعاني من انقسام حاد في الداخل، الانقسام عمودي وأفقي، هذا جانب. الجانب الثاني، تركيا بدأت تعاني، وكان يعتقد أردوغان الذي فتح كافة المؤسسات بما فيها الأمنية أمام الاستخبارات الأمريكية وأمام وصول التكفيريين والإرهابيين عبر أراضي تركيا إلى الحدود السورية، اعتقد أنه سيكون بأمان وبمنأى عن الإرهاب. اليوم الإرهاب بدأ يهدد الكيان التركي. اليوم الإرهاب هو الذي قتل السفير الروسي كارلوف، وهو الذي بدأ يهدد أيضا العلمانية التركية، بدأ يهدد الشعب التركي. هذا ما أدركته تركيا وأدركه أردوغان. حتى الانقلاب الذي جرى في 15 تموز، وهو انقلاب فاشل كان على أردوغان، هذا الانقلاب الذي شكل نقلة نوعية، أتحدث هنا في التكتيك بالنسبة لأردوغان، لإعادة تموضع أردوغان الجديد. اليوم أردوغان وتركيا، وأنا أرحب بهذا التكتيك بطبيعة الحال، لأن السياسة هي فن الممكن، أنا أرحب به كتكتيك، وأتمنى أن يتحول إلى استراتيجية تركية. أن تعي تركيا الآن وأن تنخرط فعلا في تسوية سياسية للمنطقة وليس فقط لسوريا، بمعنى أن يكون هناك تضافر جهود حقيقية وأمنية، أولا لضبط الحدود وأغلاقها تماما، لتسمية المنظمات الإرهابية وكشف كافة الملفات التي تم من خلالها فتح أراضي تركيا والحدود للمرور إلى سوريا، وأيضا كيف وصلت الأموال إلى داعش. ثم أضف إلى ذلك كل المسروقات التي نهبت من سوريا، النفط، القمح، المعامل في حلب، كل ذلك شيء مهم إذا أرادت تركيا أن تتحدث عن تسوية حقيقية. المهم الآن حضور تركيا، يعني الآن يطلق على أن تركيا راعي أو ضامن. أتمنى، هناك من يعتبر بأن الأستنة، اجتماع الأستنة هو اختبار ولجدية تعاطي التركي مع وأن يكون ضامن لهذه المجموعات الإرهابية المتواجدة في العاصمة الكازاخستانية. قبل أن تجيب، ولكن اسمح لي بأن الاجتماع الذي كان قد عقد قبل وقت بين وفد الجمهورية العربية السورية وبين المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا قد انتهى. طبعا نحن بانتظار التفاصيل عن هذا الاجتماع. أعود إلى سؤالي إلى حضرتك، طب اجتماع أستنة هو اختبار لتركيا ولجديتها، وخاصة بمن حاولت أن تأتي بهم إلى هذا الاجتماع. أنا لن أقول فقط اختبار، وإنما اجتماع أستنة هو ممر آمن سياسي لتركيا، وأعتقد يعني أن تخرج من هذا المأزق الذي وقع به. لذلك إذا استطاعت تركيا أن تستغل الفرصة المناسبة الآن بوجود أستنة، وأن تخرج من هذا الممر من خلال ضمانات، أولا للضغط على المجموعات الإرهابية، للتعبير عن حسن النوايا مع الدولة السورية والمنطقة، بالضغط أيضا على كل الموالين. بالمناسبة عندما نتحدث عن تركيا نتحدث أيضا عن قطر، لأن قطر وتركيا كلاهما تدعمان الإخوان المسلمين، ونحن نعلم أن ثمة حركات إخوانية على سبيل المثال أحرار الشام، فيلق الرحمن، هذه المجموعات، طبعا هناك مجموعات أخرى هي تحمل فكر الإخوان المسلمين وتقاتل في أرض سوريا. إذا استطاعت تركيا أن تضغط على هذه المجموعات حقيقة وأن تلجمها وأن تلتزم بعملية وقف إطلاق النار والانطلاق فيما بعد لعملية سياسية، هناك خلط في الإعلام الآن ما بين الحديث عن إجراءات عسكرية. الغاية الآن من حضور المجموعات الإرهابية ما هي؟
يعني أستنا يجب أن لا نحملها أكثر مما تحتمل. أستنا هي خارطة الطريق وليست خارطة الحل النهائي في سوريا. هناك من يعتقد أن خارطة الحل النهائي بدأت في أستنا وأنها ستنتهي الآن في أستنا، هذا غير صحيح. هذه خارطة الانطلاقة للحل السياسي، والنهاية الحل السياسي لن تكون في أستنا ولن تكون حتى في جنيف، وإنما ستكون في دمشق ما بين السوريين أنفسهم. طيب هناك من يقول بأن الحلول السياسية لا تتضح في هذا الاجتماع، في اجتماع الأستنا وغيره، إنما في الميدان. هي بدأت واضحة في الميدان، وإلا هل عندما حضرت هذه المجموعات الإرهابية لماذا لم تحضر قبل عام وعامين وثلاثة أعوام؟ تغيرات التحولات في الميدان هي من هذا أفرزت. سؤال للجميع قبل أن يطرح الآخر أن الدولة السورية أصبحت في حالة ضعف أو أنها تبحث عن تسويات أو مصالحات. السؤال الأهم، الدولة السورية حضرت كافة المؤتمرات السابقة في جنيف، حضرت وكانت رعاية الأمم المتحدة، لماذا لم تحضر هذه المجموعات الإرهابية بما فيها جبهة النصرة بالمناسبة في تلك الاجتماعات؟ لأنها كانت تدرك أن الدولة ما زالت باقية وصامدة، وهم كانوا يعتقدون أنهم في قدرة عن الاستغناء عن الحوار مع الدولة السورية لجهة الدعم من السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. وبالمناسبة اليوم عندما يحضرون لأن هناك من ضغط أو تخلى عنهم، يعني إما أن ضغط باتجاه الحضور لإنهاء الملف كتركيا على سبيل المثال، وإما هناك من تخلى. اليوم الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة السيد ترامب الرئيس الجديد هي أبدت بشكل علني أنها ضد داعش وضد جبهة النصرة وضد كل الداعمين لهذه المجموعات الإرهابية سواء كانت السعودية أم تركيا، وبل إنه ذهب أكثر من ذلك عندما كان في تصريحاته مع كلينتون ومناظراته. هو وصف الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة أوباما وكانت كلينتون وزيرة خارجية بأنكم أنتم من صنعتم الإرهاب، وذهب أكثر من ذلك. قال سيد ترامب أنه معجب ببوتين وهو أبدى أيضا إعجابه بالرئيس الأسد، وقال أنتم تقاتلون الرجل الشجاع الذي يقف بوجه الإرهاب. طبعا هذه التصريحات حتى هذه اللحظة أنا أخذها وأسمعها على سبيل محمل الجد، ولكن الأيام ستكشف هل ترامب فعلا يريد الانخراط في العملية السياسية أم لا. نتمنى في المرحلة القادمة ذلك. الآن ما يحكم في الميدان هو أولا وجود الجيش العربي السوري كقوة حقيقية تحرر وما زالت تحرر حتى اللحظة، ولا يعني حضور هذه المجموعات الإرهابية الآن في أستنا، لأن في وقف إطلاق النار تستثنى جبهة النصرة وداعش وهذا متفق عليه. تظهير جبهة النصرة الآن في أستنا كي تكون محاورا أو أن يكون لها ممثل، هذا الأمر مرفوض، مرفوض في الدولة السورية لدى الدولة ولدى الشعب، ومرفوض حتى بموجب الأمم المتحدة وقوانينها لأنها نصت على عدم التحاور مع إرهابيين، وإلا كيف يطرح اليوم محمد علوش الدفاع مثلا عن جبهة النصرة وهذه المجموعات؟ طيب سأتي إلى ذكر هذا الموضوع. الدكتور بشار الجعفري يقول بأن اللهجة الاستفزازية والخفة في القول والفعل الذي اتسم به بيان رئيس وفد المجموعات الإرهابية المسلحة، طبعا الحديث عن علوش، استفزت الحاضرين، ولذلك ظهر هناك تفاوت وتباين واضحان بين أداء الوفود التي أتت من العواصم وأداء الوفد الذي يمثل المجموعات الإرهابية المسلحة. اليوم عندما يغازل جبهة النصرة محمد علوش، طبعا هذا الإرهابي يغازل جبهة النصرة ويعتبر بأنه ما جرى في نبع الفيجة وفي وادي بردة هو أحقية لهذه التنظيمات الإرهابية المتواجدة هناك، ويتهم الجيش العربي السوري والحكومة السورية بأن هي من تبيد هذا الشعب السوري وأنه يقبع تحت الظلم، متناسيا بأن القذائف الحاقدة التي كانوا يمطرون بها مدينة دمشق لم تكن تأتي محملة بالورود. بكل أسف يعني لذلك الآن هذا التصوير في الإعلام عندما نتحدث عن تظهير جبهة النصرة الآن ويريدون إحضارها في أستنا، أنا بتقديري أن جبهة النصرة وإن لم تكن هي حاضرة
من خلال شخصيات، ولكن يبدو أنها حاضرة من خلال محمد علوش ومن خلال المجموعات الإرهابية، وأيضا حاضرة من خلال هذه التصريحات، وهذا يدل على أن هؤلاء لا يتخلون عن بعضهم، وأن هؤلاء يحملون ذات المشروع وهم يحملون ذات التوجه. اليوم عندما يتحدث بكل وقاحة عن استهداف المدنيين في مناطق نبع الفيجة ووادي بردة، ويتحدث ويتشدق عن منع المياه طبعا فقط مشاهدينا الأكارم متابعي الإخبارية السورية، نتابع بعض من ما تقوم به هذه المجموعات الإرهابية التي كان يتنطح عنها هذا الإرهابي محمد علوش بأنه يدافع عن الشعب السوري، ومتناسب بأنه هو من أوغل سكين في صدر هذه الدولة السورية. طبعا الأقفاص موضوع بها، طبعا أهالينا المختطفين في سجن التوبة في دوما، طبعا ما بنعرف إذا كانوا بيعتبروا هذا الموضوع سيران بالنسبة لألون، ولكن بالنسبة لأنا هذا إرهاب بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. فقط للعلم لكي من يريد أن يتنطح ويتاجر بهذا الموضوع، تعليق لك. ذلك أنا قلت قبل قليل أنهم هم لا يمثلون الشعب السوري، إذا كانوا هم يقتلون الشعب كيف يريدون أن يمثلوا هذا الشعب؟ ولكن هذا الغزل بين اليوم جيش الإسلام ومختلف مسمياتهم وبين جبهة النصرة، يعني يطالبون بفك الحصار عن منطقة نبع الفيجة، يعني أغلبية المتواجد هناك جبهة النصرة، ونعرف العداء الكبير بين من تدعمهم السعودية وبين من تدعمهم النظام التركي أردوغان، وبين محجة أيضا على طريق درعا. جبهة النصرة معلوم أنها، أتحدث الآن من خلال معلومات هي أصبحت لكل متتبع، هي الأكثر الفصائل الإرهابية تواجدا وحتى عددا وعتادا، وأكثرها وصولا في المال إليها، يعني المال الخليجي القطري السعودي يصل إلى جبهة النصرة بشكل مباشر، وهناك تنسيق مباشر. أنا كنت أتمنى على تركيا إن كانت صادقة أو تدعي فعلا أنها ضامن ألا تقبل، إذا كانت اتفقت مع روسيا وإيران وتحترم المصداقية في كتابتها وتعهداتها، ألا تذكر جبهة النصرة في هذه التصريحات، أن يكون الحديث أكثر جدية، وأيضا أن يكون على مستوى من المسؤولية كما أشار. يعني شو بنتوقع من محمد علوش مثلا أنه يكون حديثه أكثر؟ لا أنا ما بحكي عن محمد علوش، أنا بحكي عن التركي. نعم أنا ما بحكي عن محمد علوش. طيب إذا كان التركي اليوم نعتبر التركي ليس ضامن وليس لديه السيطرة على هذه المجموعات الإرهابية، آلية التعاطي بين الروسي والإيراني مع تركيا الآن الأيام القادمة ستثبت جدية التركي في مرحلة قادمة. التركي حتى هذه اللحظة يعني هو يشارك غير معلن بالضبط ما يريده التركي، هل هو يريد تموضع جديد وتكتيك جديد لكسب وقت لإعطاء فرصة لهدى جديدة كي تتموضع هذه المجموعات الإرهابية، أم أنه فعلا يريد الانخراط في تسوية في المنطقة تحدث وليس في سوريا، وبالتالي البحث أولا عن مكتسبات لأمن واستقرار تركيا، وأمن ومكتسبات أيضا لاستقرار سوريا بطبيعة الحال. وهنا يجب أن يعلن التركي انفكاكه عن جبهة النصرة وعن أحرار الشام ولواء التوحيد وفيلق الرحمة وكل هذه المجموعات الإرهابية، أن يعلن صراحة، وأيضا أن يعلن في حال لم تلتزم هذه المجموعات ما تم الاتفاق عليه. وبالمناسبة يعني أستنى هي تنفيذ الاتفاق الثلاثي، هي واجهة للاتفاق الثلاثي الذي تم، يعني الآن الحديث عن تثبيت وقف إطلاق النار، بدأ الحديث عن عملية وقف إطلاق النار قبل أيام عندما تم اللقاء الثلاثي، الآن تثبيت وقف إطلاق النار لماذا؟ طيب دكتور حسام شوركين أشار إلى نقطة مهمة جدا، قال بالحرف كل من لم يوقع من المجموعات الإرهابية على عملية وقف إطلاق النار سيعتبر إرهابيا، وبالتالي لا جبهة النصرة ولا محمد علوش ولا جيش الإسلام ولا أي فصيل آخر، في حين تم الاتفاق في أستنة والتوقيع وبعضها لم يحضر أو بعضها خرق سيعتبر إرهابي. طيب سيكون هناك مشاكل بين التنظيمات الإرهابية، وهذا ما نشهده اليوم بين تنظيم جبهة النصرة ومن كان يوالي جبهة النصرة، خاصة في ريف إدلب وأيضا في ريف درعا، كان هناك مشاكل واقتتال وتخويل لبعضهم البعض بين هذه التنظيمات الإرهابية. هذا الموضوع يعني الدولة السورية أن تزيد المشاكل بين هذه المجموعات الإرهابية، فسرعة الحسم على الأرض من قبل رجال الجيش العربي السوري تكون أسرع. أولا الدولة السورية والجيش العربي السوري لا ينتظر وجود مشاكل بين هذه المجموعات الإرهابية، ولكن هذا ما يظهر على السطح. هذه المشاكل لسبب رئيس، أن هناك عاملا أجنبيا، عندما نتحدث الآن عن اقتتال وصراع دموي شديد جدا في إدلب البارحة واليوم، موجود في إدلب،
الحديث عن وجود مجموعات أجنبية الآن في داخل إدلب. السؤال، إذا كان محمد علوش يتحدث بلسان المجموعات السورية الإرهابية، فلينقي هذه المجموعات وليتحدث بشكل مسؤول ويعترف أن جبهة النصرة في غالبيتها من الأجانب، كيف يريد الدفاع عنها؟ هناك أجانب من أهالي نبع الفيجة ومن أهالي وادي بردة، من الذي قام باستهداف اللواء أحمد الغضبان؟ وهو رجل مصالحة بالمناسبة، وهو من أهل المنطقة، عندما تحدث وكان الحديث عن إجراء مصالحة وطنية، أليس هم من قتلوه الإرهابيين؟ يعني هن خونة، ما حتى مع الشخص الذي يأتي إليهم ببنود واتفاقات ومصالحة هم يقتلون. وأنا ما بستغرب إذا محمد علوش لو بيطلع بيده، يمكن هو بأستنى بيكون حامل سلاح، هذا طبيعي أن يخون، لأن هؤلاء اعتادوا على لغة القتل والدمار وأيضا إنفاء الآخر وإقصاء الآخر، هذه لغتهم. هم ليس لديهم أولا علم سياسي، ليس لديهم عمل سياسي، ليس لديهم آفاق وطنية حقيقية، ليس لديهم مشاريع للشعب السوري. ماذا لديهم؟ هم لديهم مشاريع تقسيمية لتركيا، لديهم مشاريع تكفيرية للسعودية، لديهم مشاريع إخوانية لقطر، لديهم مشاريع أوروبية. هذا ما يجيدونه الآن. وإذا ما حكى هالكم كلمة ما بيبط فيهم، ما بيرجع الرياض إذا ما تكلم بهذا الكلام بالوفد وبأستنى، ومشان تيجي قناة العربية مثل اليوم ما كانت عم تنقل والجزيرة وغيرها، ما بيعطوه بالرياض الأموال وما بيمنحوه لجيش الإسلام. ها جيش الإسلام على ماذا يقوم؟ أليست على أموال النظام التكفيري السعودي؟ أليست على أموال النظام القطري أيضا الإخواني؟ هؤلاء يتاجرون بدماء السوريين. طب، وكلما كان القتل أكثر والدمار أكثر بكل أسف على حساب السوري دائما. أنت كنت تتحدث قبل قليل عن سجون حقيقية وعن تعذيب حقيقي من المجموعات الإرهابية للمدنيين السوريين وحتى للعسكريين، العمليات الخطف رأينا في حلب. حلب عندما كانت التسوية حتى مع جبهة النصر التي يتحدث عنها ويدافع عنها، ماذا قام المسلحون والإرهابيون؟ ألم يقوموا بخطف المخطوفين من العسكريين باتجاه إدلب؟ لماذا؟ أليس أرادوا الغدر حتى بالدولة السورية وبالشعب السوري وبأهلنا بحلب؟ إذن هم لا يؤتمنون حتى في كلامهم وفي تصريحاتهم وفي أفعالهم. دكتور حسام، طبعا مفادات الإخبارية السورية من أستنا تقول خلال الاجتماع مع ديمستورا للوفد الجمهورية العربية السورية، أكد دكتور بشار الجعفري على عدة نقاط من بينها تعزيز وقف الأعمال القتالية وعلى الفصل بين المجموعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية، نتحدث عن داعش وجبهة النصرة وإغلاق الحدود التركية ومنع تدفق الإرهابيين. الكرة الآن في أنا هذا كنت عم بقول قبل شوي. الكرة الآن في الملعب التركي. أستنى هي عبارة عن خارطة عسكرية لتموضع المجموعات. ما الذي يجبر اليوم تركيا لكي تنصاع إلى هذه الطلبات؟ إذا كان قرارات الأمم المتحدة كانت تضرب بها بعرض الحائط. هل هو المأذق الداخلي والخارجي؟ بموضوعية وحيادية وقراءة سياسية. أنا أعتقد أن الآن الظروف تغيرت بالنسبة لتركيا، وهي أصبحت مجبرة الآن وليست مختارة على الهدنة بداية مع سوريا، البحث عن تسويات. هناك طلبات، لا يمكن أن يكون هناك هدنة، هناك طلبات معروفة، وقف الأعمال القتالية، فصل المجموعات المسلحة عن باقي تنظيم أردوغان وجبهة النصرة وإغلاق الحدود. أردوغان اليوم أصبح بحاجة الدولة السورية. وأين الأمريكي؟ هل سيترك أردوغان يسيح ويميد كما يحلو له في المنطقة؟ ترامب بالمناسبة هو لا يرحب بوجود أردوغان، وأردوغان غير مرحب فيه حتى في أمريكا، حتى في 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 ظل الاتفاق والتنسيق مع حكومة أوباما ومرحلة أوباما. من صاحب الانقلاب على أردوغان؟ هي مشكلة أردوغان. أردوغان اعتقد من خلال النرجسية الفائقة اللي عنده والهستيريا أنه هو سيكون حاكم سلجوقي وعثماني، اعتقد أن الأمريكي سيحميه مدى الدهر. لكن انقلاب 15 تموز من كان يقف خلفه هي الاستخبارات الأمريكية وحتى الإدارة الأمريكية لتمرير مشروع الفوضى الخلاقة عبر الأراضي التركية بالكامل إلى دول شرق آسيا. لذلك أردوغان عندما وجه قبل أيام مسألة إلقاء التهم على حلف الأطلسي وعلى أمريكا، لماذا؟ هو أراد أن يقول أنكم لا تلقوني في اليم وحيدا، لأنكم أنتم من قمتم بدفعي
هو أراد أن يبرر الآن للشعب السوري وأن يبرر في الإعلام ولروسيا وإيران. يعني أنت تتوقع أن يكون هناك استدارة بالموقف؟ في استدارة طبعاً طبعاً، مو دفاعاً. أريد أن أكمل فقط. تكتيكة الآن، تكتيك حتى هذه اللحظة تركيا تمارس تكتيكاً سياسياً وليس استراتيجية. أنا أتمنى أن يتحول هذا التكتيك إلى استراتيجية فعلاً. طيب، سأتي إلى أيضاً نعيد ما خرج به اجتماع وفد الجمهورية العربية السورية مع المبعوث الأممي ستيفان ديمستورا. مفدت الإخبارية السورية إلى أستنا تقول بأن خلال الاجتماع مع ديمستورا أكد الدكتور بشار الجعفري على عدة نقاط، من بينها تعزيز وقف الأعمال القتالية، الفصل بين المجموعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية داعش والنصرة، إغلاق الحدود ومنع تدفق الإرهابيين، وعلى توحيد البنادق باتجاه محاربة الإرهاب. يعني طلبات إذا بنفذ أردوغان. الفقرة الأخيرة هي الأجمل، توحيد البلد. يعني انت مو بس عم تحطه بمأزق لأردوغان، انت عم تحطه بمكان لا يمكن يقدر يهرب منه نهائيا. ولكن في آلية التنفيذ، في بعض المجموعات، يعني هل هو لديه السيطرة على كل هذه التنظيمات الإرهابية؟ وهل لديه القدرة على الفصل بين التنظيمات الإرهابية وبين من وباقي المجموعات؟ لا، مو القدرة، هلا لمجرد اعلان اغلاق الحدود. اعلان اغلاق الحدود لمجرد التعاون، هل يستطيع ان يتخذ هذا قرار؟ هذا الأمر عن تركيا مو عن الدولة السورية. أنا أتحدث عن تركيا اليوم. بكل ما يجري في الداخل التركي، وأيضا في علاقته مع الدول الأوروبية وعلاقته المتشعبة بينه وبين الأمريكي. خليني أحكي بفكرة أعمق. أنا تعلمت على شفافية منك دكتور حسام. هناك من يتحدث عن تسوية من تحت الطاولة. أنا هذا بدي أحكي عنه. هناك تسوية من تحت الطاولة. يعني كل ما نراه، هناك من يقول كل ما نراه في الإعلام. حضور تركيا سيد عبدو، حضور تركيا لو لم يكن فيه ضوءا أخضر من أمريكا ما بتحضر تركيا من الآخر. يعني رايحين لجنيف بثماني شباط، يعني في اتفاق روسي أمريكي. أنا ما بستبعد يوما ما، أنا أرى المسؤولين الأتراك يطلبون من الدولة السورية ومطار دمشق الدولي. أنا هذا شيء متوقع. هلا سيد الرئيس قال بإحدى مقابلاته، قال مستعدون للحوار ونحن منفتحون للحوار مع أي دولة إلا حكومة الكيان الإسرائيلي. سوريا دائما بلد يصنع السلام في العالم، وسوريا لا تحقد على أي دولة في العالم. وأنا كتبت مقال في الأسبوع الماضي، ما قبل، في جريدة الوطن، أردوغان والحاجة للأسد، وكان مقال دقيق جدا وفي تفصيل طويل. يعني في ضوء اخضر من الامريكي لاردوغان. بعتقد اردوغان اصبح بحاجه لشخص الرئيس الاسد، رغم التمثيل الضعيف للولايات المتحده الامريكيه في الأستنة. نائب رئيس الحكومه التركيه يصرح قبل يومين انه لا، يعني وجود الرئيس الاسد اصبح ضروري في اي حل سياسي لسوريا. هذا الكلام ما كنا نسمعه سابقا. لماذا بدا الحديث الان؟ طبعا هذا نوع من غزل يعني في السياسه، ولكن اعتقد، ولكن توحيد البنادق باتجاه محاربه الارهاب هذا مطلب. هلا انا هذا الامر بيعني لي السوريين اكثر، بمعنى بعيد عن التركي، انا اتمنى بعيدا حتى عن أستنا، للمجموعات حتى التي لم تحضر في أستنا. لا شوف، انا كوطن ما بستنى لا سفير ولا بستنى عاصمه ولا بستنى قرار امم متحده. ممكن اي مواطن ان يخطئ. للمجموعات الآن التي تقاتل في سوريا، التي حملت السلاح، غرر بها لاعتقادات، لأفكار، لأي شيء، الآن في فرصة حتى بعيدا عن أستنا، أنا برأيي الشخصي أن فعلا عنا فكرة مهمة جدا، والسيد الرئيس ركز على هذه الفكرة في لقاءاته الأخيرة، هي المصالحات الوطنية. بالمناسبة احنا ما عم نستنى أستنا نعمل مصالحة وطنية. الدولة السورية وفكرة الرئيس، حتى اجتماع الأستنا قالها الدكتور بشار الجعفري، هو حوار سوري بامتياز دون تدخل خارجي. صحيح، لذلك كان الكلام واضح. الآن من يريد فعلا من كل المجموعات المسلحة السورية تحديدا، وليس الأجنبية، السورية تحديدا في جنوب سوريا، في درعا، في إدلب، في أي منطقة، عدد. وحتى كان هناك تمثيل للمجموعات الإرهابية في درعا، يعني نعم. من كان اللعب على المنطقة الجنوبية أن يعاد فتح هذه الجبهة في الأيام القادمة. هم يريدون رفع معنويات، هم يسعون، يعني محاولة لإبراز عضلات. الواقع ما في شيء الآن، في الواقع الآن يعني صورت سوريا على أنها دمار. الآن من يأتي من وفود أجنبية، وحتى بعض، يعني كان في نقابة المهندسين المصرية، الآن العالم يتساءل أنه كيف لدولة الآن ما زالت حتى هذه اللحظة بعد 6 سنوات تمنح موظفيها، في عندك على الأقل 3.5 مليون موظف،
هدول ثابتين بالدولة، 3.5 مليون الآن موظف عند الدولة السورية، وحتى الرواتب تصل للمناطق المحاصرة من قبل هذه الضمانات بما فيها العربية. حتى في الرقة موظفين الرقة حتى هذه اللحظة تصل رواتبهم. ليش؟ هذا التزام من الدولة تجاه تجاه مواطنيها ومدنيها وموظفيها، هذا التزام أخلاقي وقانوني ومبدئي. الآن أعطيني دولة في العالم تستطيع أن تقدم قدمته الدولة السورية وأن تلتزم بما التزمت به الدولة السورية. لذلك أنا أقول إذا كان البعض حتى هذه اللحظة يشكك بمصداقية الدولة أو هو متوجس لأسباب أو خائف أو 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 يا أخي الآن جرب للمجموعات الموجودة الآن، لا تنتظروا لا محمد علوش ولا الرياض ولا حتى أردوغان، الباب مفتوح للمصالحة الوطنية، وأستنا هي عنوان عريض لانطلاق عجلة الحوار السوري السوري الأمريكي بدأ. أنا اللي ما أريده كمواطن سوري عم بحكي من خلال شاشة الإخبارية الكريمة العزيزة على قلوب كل السوريين، الآن لا تخلوا ترامب ياخذ الحظ يقول أنه أنا عملت مصالحة سورية. أنتوا يا سوريين أتمنى على كل سوري ما عاد خلي حدا ألوم منا علينا، لا آل سعود ولا قطر ولا حتى أردوغان، نحن كسوريين الآن اختلفنا 6 سنوات، المصالحة لابد. لبنان صار فيها حرب أهلية، بسوريا ما صار في حرب أهلية، بسوريا حرب خارجية على الدولة السورية على الشعب السوري. فرصة الآن أن يتلاقى السوريون فيما بينهم وأن يتحاور السوريون فيما بينهم وأن تكون أستنا هي انطلاقة جديدة في الداخل أتحدث وليس في الخارج. الآن في الخارج عبارة عن عملية عسكرية، تثبيت وقف إطلاق النار، إغلاق حدود، التزام بوقف إطلاق النار، تسمية مجموعات إرهابية ومسلحة. طيب الآن إذا إجا السوري ما في حدا بيمنعه لينخرط مع الدولة السورية في مصالحة ولا حدا بيعاتبه. طيب ألا تتفق مع من يقول بأن تفاصيل ظهرت في الأستنة طبعا ربما لطبيعة الملفات والأوراق التي تحملها أو يحملها كل وفد، طبعا الثوابت التي كان ينادي بها وفد الجمهورية العربية السورية واضحة، وقف الأعمال القتالية، فصل المجموعات الإرهابية عن تنظيم جبهة النصرة وداعش، إغلاق الحدود، منع تدفق الإرهابيين، توحيد البنادق باتجاه محاربة الإرهاب ودحر الإرهاب خارج أسوار الدولة السورية، يختلف عما كانت تشهده محادثات فيينا وجنيف؟ طبعا شيء مختلف تماما، ولكن المقلب الآخر عندما تحدث عن وفد المجموعات الإرهابية ليس لديه لا أجندة ولا يبدو أن كان هناك اتفاق على شيء، كلما هنالك ما تنطح به وفد المجموعات الإرهابية بكلام ما أنزل الله به من سلطان. شيء أنا بالنسبة لي شيء متوقع، يعني لا، أنت عم لا يبدو أن هناك أجندات وبرنامج محدد. حتى في جنيف ما كان دائما هناك غياب لمفاصل حقيقية، عبارة عن بهرجة إعلامية يا أستاذ عبد، بهرجة إعلامية فقط، عبارة يعني أنت عم تجلس بكل أسف. أنت الآن كدولة كوفد رسمي كوفد للجمهورية العربية السورية يمتلك أولا حذافير السياسي والمعاني السياسية والعمل السياسي، عندما يجلس مع مجموعات سواء كانت في جنيف أم حتى في أستنا اليوم بكل أسف هو يجلس مع مجموعات هي لا تمتهن العمل السياسي، وأساسا قبل العمل السياسي هي لا تريد مصلحة الشعب السوري وإنهاء الأزمة. يعني هلا متوقع أن محمد علوش مثلا القرار عنده لإنهاء الأزمة مثلا، يعني الشعب السوري كله متوقع أو اللي برا متوقع أنه المفاتيح عند محمد علوش مثلا؟ ما هو كان عم يدافع عن الشعب السوري والحكومة السورية هي من طيب تقتل وتذبح وتدمر. طيب يتفضل البنية التحتية، واليوم المواطنين في الأقفاص في دوما هي لموضوع سيران، يعني أخذون يشمموه الهوى بدوما ويرجعون. طيب 4 سنين 5 سنين بين قوسين، طيب خلي أنا أهل دوما يقبلوا محمد علوش وأنا بقبل أهل دوما طبعا، ونقلنا دائما كنا ننقل الخلاف والاقتتال بين هذه الدولة. خلي أهل دوما أهل دوما أهل شرفاء وأهل عزة وكرامة، أنا عم بحكي الآن على الهواء، خلي أهل دوما بيعترفوا بمحمد علوش، ما بدي لك سوريا، دوما فقط تعترف محمد علوش. وبالمناسبة محمد علوش غير زهران، محمد بيكون ابن عم زهران وليس الأخ، يعني من العائلة وهذا متربي بالسعودية. يتفضل إذا أهل دوما بيقبلوا محمد علوش هذا الإرهابي وبده تاجر بدماء أهل دوما وبده تاجر بكرامة أهل دوما وبده يحكي عن تفضل الآن هو لعن الله المذكورين إذا كان ما يسمى طبعا طبعا، يعني ما أسوأ من هذا غير هذا صحيح. بس الآن إذا كان ما يسمى جيش الإسلام كان يقتل المدنيين في دوما وكان ينتهك أعراض النساء وكان ينتهك الشرفاء، لماذا؟ هذا بده يمثل الشعب السوري الآن؟ هذا بده يمثل أهل الريف؟ هذا بده يمثل توجهات كل طموحات الشعب؟ واضح على أنه الأمر هو طلب سعودي قطري لتلميع جبهة النصرة ولتظهير جبهة النصرة، محاولة لإبراز عضلات
لأنه هن شعروا أنه هن صغار. واضح على أنه الآن هن أصبحوا في مأزق. المأزق بعد انفكاك المجموعات الإرهابية عن بعض البعض وبعد هذا الصراع الآن الدائر، والصراع مو جديد، الصراع من عامين وثلاث أعوام، صراع دائر وقائم وهو صراع دموي، ولكن كل فترة ممكن أن يرتفع أو أن ينخفض، لكن واضح الصراع. عندما نتحدث الآن عن فرز المجموعات، شو بتتوقع من محمد علوش أو شو بتتوقع من غيره عندما تتحدث عن تسمية منظمات إرهابية وهن بالأصل مسميين، هن موضوعين على قائمة الإرهاب؟ نعم. طبعا لا يسعني أن أشكرك ضيفي الكريم الدكتور حسام الشعيب الكاتب والمحلل السياسي على هذه الإيضاحات القيمة أيضا، والشكر لضيفنا الكريم كان معنا عبر خدمة سكايب، وكان هناك خلل فني مع الأستاذ مسلم شعيتو مدير المركز الثقافي الروسي العربي كان معنا عبر خدمة سكايب من سان بطرسبرغ. مشاهدينا الكرام، التغطية مستمرة عبر هوا الإخبارية السورية لمتابعة كل جديد ما يجري في اجتماع الأسنة، ابقوا معنا على رأس الساعة. هذه تحيات فريق العمل ومني أنا عبد الزمام، دمتم بأمان الله، إلى اللقاء.